هذه الأيام الأخيرة أخبار تتأكد كل يوم أن موريتانيا ربما ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى بتيبيس الغربية. شعبي العزيز، إننا مرارا وتكرارا صرحنا ولا زلنا نصرح بأن موريتانيا ذات سيادة، فلها أن تشرع كما تريد من الناحية الداخلية في حدود بلدها ووطنها، إلا أن مفهوم القانون الدولي المعترف به اليوم والمتعامل به اليوم له نظريات في هذا الباب تجعل أن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف ذات الصبغة الدولية تلزم الموقع عليها أكثر مما يلزمه قانون داخلي. وبعبارة أوضح، لا يمكن لموريتانيا أن تتخذ تشريعا أو للمغرب أن يتخذ تشريعا داخليا يجهل أو يتجاهل ما بين الدولتين من اتفاقات دولية. وهنا يجد المرء والقانوني أن السيادة لها حدود حينما تتعلق بالمشاكل الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصبغة الدولية. فإذا ما قامت موريتانيا بعمل مثل هذا فسوف يكون على المغرب إداك أن يتخذ مسؤوليته، لا أقول مسؤوليته ألا المسؤولية الوحيدة الضرورية الواجبة، وهي مسؤولية الدفاع عن البقاء.